حالتي ما بقدر امشي وما عندي امكانيه اشتري المواد الاوليه للطبخ، فهن المشكورين عم يقدموا لنا الوجبه كامله جاهزه وعم بيساعدونا. انا بتشكر كل الناس اللي قاموا بهالمشروع من جد من القلب، لانه مشروع انساني 100%. وبعدين من عدمها هيك انه توفير للجيب بهالايام الصعبه. الله يبارك لكم وان شاء الله تضلوا بهالهمه. شكرا. انا من القنيه، طلعت انا والوالده عمرها 83 سنه. يعني شو واحد بده يحكي ما بعرف، يعني ما بنمتلك، يعني ابري ما طلعنا معنا، كل شيء بنملكه راح بلحظه. هلا صرنا 7 سنين عم نعاني، 7 سنوات عدت علينا ايام ناكل بالشارع، ايام. امي حرمي كبيره ما بتعرف تطبخ وانا ما بعرف اطبخ، والوضع يعني كل العالم بتعرف وضع سوريا، يعني الغلا 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 يعني كسر ضحك البشر. بشكر كثير ضيفة اللاتين على الجهود اللي عم تقدموها للمسنين. جوزي مصاب بالشبكيه بعينه، ما بيشوف كثير، في غباش، فعوضتنا بكل شيء. بشكرهم، بشكر جهودهم حتى بوجبة الطعام تعبت. أكثر من 30 عائلة ما بحسن يجوا، عم نوصل لهم طلبات على اليوم وخدمتهم.